شو يعني تعودتي كل يوم تعملي مشكلة؟ لا هالمرة ما عم بعمل مشكلة، بالعكس أنا عم بتخلص من كل المشاكل. أنتوا لهلا ما بتعرفوا شو هي الحقيقة، قلن إيجي، قلن يا ترى صدقوا دان زوجتك حماية حقيقية لهي العيلة ولا مجرد وحدة ما بتشاركك غير باسمك؟ الحقيقة المرة يلي مو كلكن بتعرفوها انه غير اسم عيلة جيندال ما في اي شي بيجمع ما بين ايجي وجودان. اللي بصراحة وقدام الكل عم تعامل جودان كزوجة؟ لا صح؟ هذا ماله زواج حقيقي، هي مجرد اتفاقية وبس، وانت مو راضيان فيها. والاهم من كل هاد انه جودان طلبت منك مصاري لحتى تترك هذا البيت، فيك تنكر؟ شو ليش ساكت ايجي؟ شبك مصدوم ما عندك اي حكي تحكي؟ تيتي يا ريت تفهميني، اذا ايجي مو قدران يتقبل جودان كزوجة له، ليش انا لازم اتقبلها كحماية؟ دورقة بكفي، بس بقى غلطتي بحق جودان بما فيه الكفاية. لاكشمي؟ نعم اي ستي. بنتي خدي هالشنطة وضبيها جوا. اسمعي منيح، سكري على هالقصة، ما عاد بدي اسمع هيك حكي، خلاص لحد هون وبس. أنا بعتذر تيتي، بس ما فيني، المسألة ما عادت تتحمل أي تأجيل. لسه ما حكينا غير عن إيجي، لازم نحكي شوي عن جودان. دورك هلأ جودان، قولي يا ترى أنت عم بتعاملي إيجي كزوج؟ قولي إذا أنا عم بحكي حكي ماله مزبوط، كذبيني وقولي لنا شو هي الحقيقة. يلا قولي الحقيقة قدام الكل جودان.